شيخ، بالنسبة مثلا للقضايا في الفقه عامة، يعني ليه تركيز الفقه مثلا الفترة اللي فاتت كلها جانب معين؟ مثلا دلوقتي أي حد يجي يتكلم حتى ولو كلام عن مثلا الجهاد، تلاقي الناس كلها بترميه بأنه جهادي تكفيري، حتى يعني مثلا أحكام التكفير هي أحكام يعني اللي يرتكبها ده كافر، مش عايزة كلام. لو مثلا نطقت بيها تلاقي الإرهاب الفكري من كل مكان، إن ده تكفيري، ده خطبي، ده مش عارف إيه، ده مش عارف إيه. مثلا قضية الجهاد مفيش حد يعني يتكلم يتناول القضية من كل الجوانب. حمل السلاح مفيش حد يتناولها من كل الجوانب. بعدين يرجع والناس كلها بتلوم مثلا على الناس اللي حملت السلاح والأخطاء. طب ليه ما تبينش المنهج السليم في حمل السلاح حتى لو هو مش وقته او مش الكيفيه دي، بس لازم يبقى في تصور معين لمقاومه الظلم بحمل السلاح او بالجهاد في سبيل الله عز وجل. مثلا في سوريا ثله قليله من المجاهدين تربك نظام عالمي باكمله. في العراق الان يعني حتى يعني الاغلبيه ترميهم من هنا ومن هنا، ولكنهم ما شاء الله يعني يحررون المظلومين وينتصرون في كل المواقع على الرافضة. فيعني لازم تبيين المنهج يعني الجهاد، قضية تناول الجهاد وحمل السلاح كيف ومتى وأين وكيف تصلح بأي شيء. نعم الفجر. جزاك الله خيرا. انظر أخي الحبيب، الحكمة أن يكون الكلام وفق مقتضى الحال. هذه الحكمة، أن يكون الكلام وفق مقتضى الحال. فرضنا دعيت إلى إلقاء درس وذهبت إلى هذا المكان، وجدت الناس يبدو من ملابسهم وطريقتهم وسياراتهم التي يركبونها أنهم يعني أنهم مترفون. يا ترى أكلمهم في أي الموضوعات؟ أفضل موضوع أكلم فيه الناس دولت أكلم عن ماذا؟ أكلمهم عن الإنفاق في سبيل الله، وأنفاق وأكلمهم عن الموت، وأكلمهم عن الزهد، وأكلمهم عن مواساة الفقراء، لأن هذا هو المقام الذي يناسبه. لكن لو كلمتهم عن فضيلة جمع المال، طب ما هم أساتذة، ما هم أساتذة في المسألة دي. لو كلمتهم عن المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر، وهنا يعني هنيئا له بذلك الأمر. لابد أن يكون الكلام وفق مقتضى الحال. ولذلك افترضنا بقى نزلت على ناس لقيتهم يلبسون أثمالا بالية، هدومهم مقطعة ومبهدلين وما إلى ذلك، يا ترى أكلمهم عن الزكاة وضرورة الصدقة والتصدق والإنفاق في سبيل الله، ولا أكلمهم عن الصبر، وكلمهم عن حسن الخاتمة، وكلمهم يعني الجنة وما أعد الله تعالى فيها للصابرين وما فيها من نعيم وما إلى ذلك؟ هذا هو الأوفق. طيب لو افترضنا أن في هناك جيش يذهب لقتال الأعداء، أكلمهم عن تربية الأولاد وكلموا عن إسباغ الوضوء، ولا كلموا عن فضل الشهادة والمكافحة؟ ماشي. طيب لو في هناك رجل زي الحجاج بن يوسف الثقفي، وبعض السلف أنكر على من حدث الحجاج بهذا الحديث، حديث العرانيين، الحجاج بن يوسف الثقفي أحد الصحابة قال له حدثني حديثا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فحدثه بحديث العرانيين اللي هم إيه؟ اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمى لأعينهم ثم رماهم في الشمس حتى ماتوا. ده تعذيب. فأسعد الناس بهذا الحديث كان مين؟ الحجاج، لأن الحجاج رجل طاغية. فلما يسمع الحديث ده يبقى ده بيأسس له ماذا؟ بيأسس له الظلم الذي هو فيه،
ولذلك السلف أنكرهم على قائل هذا الحديث ما حدث به الحجاج. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنها هنا لعلم لو قلته لدق ذلك، لأن المقام لا يحتمل ولا يناسب، لا يحتمل ولا يناسب. فكذلك الآن الأجواء مضطربة ومشدودة، والناس متربصة ومتنمرة، والأصل وسوء الظن. ففي هذه الأجواء، أجواء التربص وما إلى ذلك، لو تكلمت في مثل هذه القضية، التقنين الفقهي لمسألة حمل السلاح، متى ولا ومتى يجوز ولا يجوز وما إلى ذلك، يبقى الكلام ده انت ايه على طول، يبقى انت ايه بالضبط، يبقى على طول يبقى انت أبو قتادة المصري اللي بيدوروا عليك ورصدين 13 مليون دولار اللي يجيب لنا بأوصافك ومعلوماتك. طب واحنا نحط نفسنا ليه في الخانة دي؟ ولا ثم بعد ذلك إن نحن الآن ربما لسنا في حاجة لهذا المقام ولا لبص هذه القضية. لماذا؟ لأننا لا نجيز حمل السلاح مطلق، مطلق لا نجيز حمل السلاح. أولا نحن لا نكفر الجيش ولا الشرط، لأن الجيش والشرط دول هم إخواتك وإخواتي وقرايبنا، لا نجيز هذا الأمر، لا نجيز لقتالهم ولا نجيز حتى مقاومتهم. وإن قتلت فكون عبد الله المقتول لعبد الله القاتل. معي يا أخي الحبيب، نمرة واحد. نمرة اثنين، لا يجوز إن احنا نسحب الوضع الموجود في سوريا والعراق على الوضع الموجود هنا في مصر، ده ما ينفعش. نمرة ثلاثة، لو قلنا إن احنا لا نقصد مصر، نقصد سوريا أو العراق، لا، كل بلد لها وضعيتها المناسبة لها. يعني الوضعية السورية غير الوضعية العراقية، ماشي؟ يعني لو اتفقنا انه لا يجوز حمل السلاح في مصر ولا يجوز قتال الجيش، يبقى خلصنا موضوع مصر. نشوف موضوع سوريا والعراق، كل بلد من دول له وضعيته وله التنظير العلمي لحاله، ماشي يا اخي الحبيب؟ فالقتال والجهاد في سوريا ليس كمثله في العراق، وما يقومون به هنا ليس هؤلاء. والمسألة يطول، وأنا كان لي مقال في الوضعية السورية، فأرجو أن تقرأ هذا المقال، أرجو أن تقرأ هذا المقال إن شاء الله.